السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شرف الحباب، إن شاء الله تكونوا كل لاباس. اليوم راح نبارتاجي معكم أكلة صيفية، وهي احنا نقولوا لها سلطة، سلطة حميص. كان الفلفلة ديجا درتها معكم في الجمر في البارك في الغابة، وهنا حنديرها لكم في الدار. جيت باغ تعجبكم لا غوسيت بنات، حنا نديرو سلطة ما نطيبوش. نحتاج فلفل حلو، طماطم، اللي حبي يدير فلفل حار يدير، أنا درت غير زوج وراح نديرهم أباغ، ما خلطتهمش كامل. ونشوطو البنات، نشوطو ونشويه. عندي انا المقله هذه نشوي فيها، البنات اللي عايشين في اوروبا ويحتاجوها راح يتباع في اكسيا. نبدا نشويه البنات كيما نشويو اي فلفل، سواء الطابونه في ولا في كيما هكا في لاغري كلي يشويه على الشوايه، هو يعني ما كانش قد تاع الجمر، الحميص تاع الجمر، مي ما متاع الدار مليح، حار سخون بزاف تالي انا حضرته برا. البنات نشوط الفلفل، وكي الفلفل كامل يتشوط مليح نخليه في الساشي يرتاح ليه حتى ساعه ولا ساعتين، وهو باش يرتاح يكون مليح يجيكم في ساعه تنقى. كي نشوطو البنات نحطو في دو ساشي باه يعرق مليح، باه القشره تاعو تنحى فاسيل. هلا نعم الثوم البنات نشوطو، درت ثلاث سنات ثوم خليتهم يتشوطو، وزدت كملت الطماطم. هنا نغطيه ونخليه، ونزيد نشوط الطماطم ونديرها حتى هي في ساشي وحدها ونخليها. هنا البنات هنا البنات كي تشوطت الطماطم والثوم حطيتهم في ساشي، حطهم وحدهم وخليتهم. هنا البنات بعد ساعتين من الزمان هكاك مع العشيه جبت نقيه، شوفوا كيف عرق، نحيلو نقيه نورمال، نحيلو القشره ديك المحروقه اللي شويتها ونحطو اباغ. والله البنات كي نقيه واش ديرولو، تقصوه رقيق، يعني ما نورمال الناس كل تحب الحميص، بصح حنا نمدو لي زيدي لبعضنا، تقصوه رقيق وشو انا ما ندير لهم بعد الزيت، الزيتون والخل والملح، هذا ما كان نخليه يبرد. البنات هنا راني نعطي لكم واحد برك نقيتو، الباقيين نقيتهم وقصيتهم، وشو درت لكم فيديو تاع القصه، انا قصيت لكم واحد زعما بهناتكم قص رقيق، ما لقيتهاش بوتيتغ ما ابويتش على بهن فيلمي على الغالب، دي فوا تصرالي. بنات يعني انا ننصحكم كي تنقيو الفلفل ما تشلوهش في الماء ديريكتومون، نقيوه مليح وخليوه في الصحن، خاطر كون تشيلوه في الماء يعود لكم صاي يفزد، عود ما كي تاكلوه يطلق لكم الماء، هو كي يتشوط مليح ويتحط في الساشي يعرق مليح او يتنقى لكم فاسيلمون. البنات يلا هنا البنات انا قصيتو، دوماج ما فهمت لكمش كيفاه قصيت، المهم هنا قصيتو، ها هو كي حطيتو في ريسيبيون شويه يكون غامق، درت له الملح وندير له البنات زيت زيتون، واللي ما عندوش زيت زيتون يجيب الزيت اوسي نورمال، انا نشتي ندير زيت زيتون والخل، هذا ما كان البنات تحطوه يبرد، حنا كيما هذا ناكلوه مع الرخسيس، الكسره الرقيقه اللي ما فيهاش الخميره ما تجيش طالعه تجي هابطه. هذه هي البنات، نتمنى تعجبكم لا غوسيت، وما تنساوش لايك ما فيديو والاشتراك والضغط على الجرس، ربي يخليكم، وتهلاو في روحكم على بروشين غوسيت مع نوال.